اسمي الكريم. اسماء موسى. اسماء مرحبا بك ببرنامج كنز رمضان. لا هنا طرحوا لك اربع اسئله بين تجاوب على اغلبيتها تفوز معنا بجائزه من كنز رمضان. مستعده للاسئله؟ مستعده. من اول من صام من الانبياء؟ والله نعطي خيارات: ادم عليه السلام، ادريس عليه السلام، نوح عليه السلام. ادم. الله يبارك فيك. في اي عام فرض الصوم على المسلمين؟ اسمع لنا نعطي خيارات: السنة الأولى للهجرة، السنة الثانية للهجرة، السنة الرابعة للهجرة. السنة الثانية. ركزي حتى اسمع، نبغاك تفوزي معانا. هي السنة الثانية. والله الله يبارك فيك اسمع. اسمع سؤالك الأخير: أين ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع أنك بخيارات بلي عارف أنك تبارك الله تعرفي. مكة. الله يبارك فيك اسمع. اسمع رانك فزتي معانا برنامج كنز رمضان ولا يترى الجائزة مستحقة بكل تبارك الله جاوبت إلا الأسئلة كاملة. الله يبارك فيك. تفضلوا معانا سحبوا جوائزكم من الكيس. شارك تجبر فرصة ممتعة بالمجال.